بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، تحدثنا في المحاضرة السابقة عن مفهوم الإدارة الاستراتيجية كأحد المفاهيم المناظرة وربما المتداخلة مع مفهوم التخطيط الاستراتيجي، وقلنا أن الإدارة الاستراتيجية هي عملية اتخاذ قرارات تعنى بمستقبل المؤسسة، تحديد رؤيتها ورسالتها، مرتكزة على تحليل الميزة التنافسية أو التحليل المنهجي الذي نسعى إليه من خلال تحليل البيئة الداخلية والخارجية. وترتبط الإدارة الاستراتيجية بالإضافة إلى جانب البعد النظري التخطيطي أيضا في الجوانب التنفيذية والرقابية للمؤسسة. وتحدثنا أيضا أن الإدارة الاستراتيجية تعنى برسم الأهداف المستقبلية، تسير وفق منهج علمي دقيق ومنظم لتحقيقها، وأيضا استثمار الموارد المتاحة للمؤسسة. ثم تحدثنا عن نموذج لمكونات الإدارة الاستراتيجية، وقلنا عندنا 4 مكونات في هذا النموذج: المسح البيئي أو تحليل البيئة الداخلية والخارجية، تكوين الاستراتيجية، تنفيذ الاستراتيجية، ثم الرقابة والتقييم. وأيضا استعرضنا ما هي العلاقة بين التخطيط والأداء، وقلنا إنه التخطيط الجيد والخطة المحكمة التي تراعي معايير الجودة حتما ستثمر عن أداء جيد. وإدارة الأداء الاستراتيجي من قبل الإدارة العليا للمؤسسة التربوية هو جزء مهم وأساس في ترجمة الخطط الاستراتيجية. ثم توقفنا عند ما هو الفرق بين الإدارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي. ترى رأيكم، تفضلوا، إيش الفرق بين التخطيط والإدارة؟ الإدارة الاستراتيجية أعم وأشمل من التخطيط. إذن التخطيط مرحلة من مراحل الإدارة الاستراتيجية، وتعد يمكن أولى المراحل. ثم الإدارة الاستراتيجية لا، هي تأخذ أكثر من وظيفة في هذا الموضوع. نعم. يمكن أن التخطيط الاستراتيجي يكون هو معين ومساعد للإدارة. يعني خلينا نتحدث عن شغلتين. بعض العلماء الإدارة تحدثوا إنه التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية حيثما وجدا فهما يؤديان نفس المعنى. احنا لو اطلعنا على تعريف التخطيط الاستراتيجي سنجد انه هو عملية علمية شاملة تقوم على استشراف او تحليل البيئة الداخلية والخارجية وادراك هذه المتغيرات لرسم الصورة المستقبلية للمؤسسة. كويس. ولو رحنا على الادارة الاستراتيجية حنتحدث عن قرارات تتخذ لتحديد رسالة او رؤية ورسالة المؤسسة وادراك ايضا المتغيرات. فاللي بتطلع من الناحية اللفظية للتعريفين بلاقي انه بالفعل هما عملان لوجهة او جوجهان عفوا لعملة واحدة، اسف في التعبير. لكن هل هذا القرار او هذا التصنيف دقيق بالنسبة لنا؟ انا في تصوري لا. اغلب العلماء تحدثوا انه هناك اختلاف. كويس. فالتخطيط هو مرحلة من مراحل الإدارة الاستراتيجية ويعد من أولى المراحل، وهي مهمة للإدارة العليا في أي مؤسسة. مهمات التخطيطية هذه مهمة لابد منها. وإذا بنتحدث عن عناصر الإدارة 4، التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، بنلاقي أنه هي أحد عناصرها. لكن الإدارة الاستراتيجية ليست هي التخطيط، وإنما هي إدارة الأداء، إدارة الموارد، الرقابة، وأيضا إدارة التغيير في المؤسسة. إذن الإدارة الاستراتيجية عام وأشمل، وهي أساس، والتخطيط جزء منها في هذا السياق. ولو طلعنا على هذا الشكل اللي أمامنا بنلاحظ أنه يمكن التمييز بين الإدارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي في مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة إعداد الاستراتيجية، اللي هي تحليل البيئي وصياغة رسالة المؤسسة أو رؤية ورسالة المؤسسة. هذه مرحلة بتعنى بإيش؟ بالتخطيط الاستراتيجي. من يقوم بها؟ الإدارة الاستراتيجية بشكل أساسي. المرحلة الثانية مرحلة التنفيذ. وعليكم السلام. تنفيذ الاستراتيجية اللي هي بتتضمن برامج المؤسسة، المبادرات، المشاريع، ثم أيضا تقييم الأداء بناء على المؤشرات أو مؤشرات الأداء المستهدف. في عنا مستويات للإدارة الاستراتيجية. في عنا مستوى إدارة
استراتيجية عليا، مستوى إدارة استراتيجية وسطى، ومستوى إدارة تنفيذية أو دنيا. وهذا بتناسب مع لما طرحنا مستويات الاستراتيجية في المحاضرة اللي قبل السابقة، تحدثنا أنه الاستراتيجية تصاغ على المستوى الكلي وتساوى أو على مستوى القطاعات ثم على مستوى التشغيلي. خلينا نأخذ أمثلة لمستوى الإدارة العليا. لو افترضنا أن الإدارة العليا في التعليم هي وزارة التربية والتعليم، شو بتعمل وزارة التربية والتعليم؟ تضع السياسات، تضع مؤشرات الأداء الاستراتيجية، تضع الأنظمة والقوانين، ربما تصوغ المراحل والمناهج. إذن هي بتضع بتحدد الرسالة والقيم، تحدد أيضا اتجاهات الخدمات التي ينبغي أن تقدم ومواصفات الخدمة التي ينبغي أن تقدمها. هي تضع خطوط العامة حتى لعمليات التوظيف واستثمار الموارد البشرية. هذا بالنسبة للإدارة الاستراتيجية العليا، ما الذي تفعله؟ طيب ما الذي تفعل الإدارة الوسطى لما نتحدث عن مناطق تعليمية، مدراء مناطق تعليمية؟ بيقوم بإيش؟ باشتقاق سياسات أكثر تفصيلاً تتناسب مع المنطقة، تترجم السياسات بشكل عام إلى خطط وبرامج ورؤى استراتيجية خاصة بالمنطقة. يعني أنا أتحدث عن منطقة في جنوب قطاع غزة ومنطقة في الشمال قطاع غزة، حتماً سيختلف في مش في التنفيذ بس، حتى كمان في موضوع الثقافة وقيم المجتمع. إذا أنت بتحط رؤية بناء على معطيات تختلف من منطقة لمنطقة بهذا الإطار. أيضاً تعمل الإدارة الاستراتيجية الوسطى على نشر ثقافة اللي هو الاستراتيجية ومتابعة التطبيق، وزي ما حكينا القيام بالإجراءات الرقابية العامة لنجاح الاستراتيجية. أما في الإدارة الدنيا، مدير المدرسة وما دون معلمون، هنا بنفذوا الاستراتيجية، بحطوا برامج العمل والإجراءات التفصيلية، وبيحاولوا قدر الإمكان يتميزوا في الوظائف أو في الأنشطة التي يقترحوها لتنفيذ الاستراتيجية العليا. هذا تقريبا هيك بنكون خلصنا الإدارة الاستراتيجية والتخطيط والمفاهيم بشكل عام اللي تحدثنا عنها. ننتقل للأهمية أو أهمية التخطيط الاستراتيجي. طبعا أكيد أهمية التخطيط مهم، هذا من البدهيات التي يمكن أن نتحدث عنها، لكن ليش مهم؟ لماذا مهم؟ تفضل. وضع السياسات الاستشرافية للمؤسسة، إذن أول حاجة التخطيط يمنح القيادات المؤسسية القدرة على استشراف المستقبل في منظومة التحليل وجمع البيانات والتنبؤ المستقبلي. أيضا تفضل. ممكن تحديد المشاكل اللي قد تقع فيها المؤسسة لتلافيها. جميل، أنه أنا بالأساس بخطط للمخاطر وإدارة هذه المخاطر والقدرة على مواجهتها بالعكس وتلافيها بالأساس. نعم، تحقيق الأهداف. تحقيق الأهداف، هذا كلام صحيح. يعني بدنا نبدأ ونقول أنه مقولة قديما قالوا إذا أنت لم تخطط لنفسك فأنت ضمن مخطط الآخرين، أو أنك تخطط للفشل. تخطط للفشل. وبعدين من أهمية التخطيط الاستراتيجي توزيع الأدوار. أكيد، تنسيق. نعم، توفير الوقت وإنجاز الأعمال. إذا أنتم حتتحدثوا كثيرا، خلينا نمر بس مرور بسيط على هذه النقاط اللي يعني ربما جمعت كل الأهمية فيها. أول شيء يفرض على المستويات الإدارية ممارسة التفكير الاستراتيجي، وهذا من أهم النقاط، أنه أنا لابد أنه أفكر، وهذا التفكير بيجي في كل المراحل زي ما اتفقنا. في كل مراحل التخطيط نحتاج إلى التفكير الاستراتيجي، مرحلة التحليل نحتاج، مرحلة ربط البيانات نحتاج، مرحلة إيجاد العلاقات بين المعلومات احنا بنحتاج هذا الموضوع. ايضا كمان في مرحلة صياغة الرؤية والرسالة والغايات العامة، مرحلة مؤشرات الاداء، اذا بيخلي او يستطيع او ربما يهدف التخطيط الاستراتيجي الى ان يفرض على المستويات الادارية المختلفة بغض النظر اي مستوى مرحلة التفكير الاستراتيجي، حتى في الاطار التنفيذي. يعني النشاط كمان قد يحتاج منك تفكير استراتيجي، كيف تديره بطريقة التميز. ايضا يتيح وضع رؤية مستقبلية للمؤسسة التعليمية، وهذا من الأشياء الأساسية. كمان يمكن من تحديد القضايا الاستراتيجية وأولوياتها. شو يعني القضايا الاستراتيجية؟ ماذا نعني بالقضايا الاستراتيجية؟ حنسمعها كتير هاي. أتفضل. التركيز على المنتج الأساسي للمؤسسة وإعطاءه الكم الجهد الأكبر من العملية. طيب تمام،
الهم الاساسي للمؤسسه، اين ستكون مستقبلا؟ هل هي هذه القضيه الاستراتيجيه؟ ليش بنقول قضيه استراتيجيه مش قضايا؟ ممكن نقول هي القضيه اللي لها اكثر او مرتبطه باكثر من بعد. صحيح، قضايا الاستراتيجيه. الان انا خلينا نتحدث عن مجالات عمل المدرسه، اليست هي التعليم والتعلم، القياده والاداره، المجتمع المحلي كويس، والخدمات المقدمه، والبيئه المدرسيه، او مجالات اخرى يمكن ان تضيفوها. الان وين احنا قضايانا الاستراتيجيه، على ماذا تركز في كل مجال؟ طبعا كيف بنطلع القضيه الاستراتيجيه؟ نتائج التحليل، نتيجه الفجوه. كلما كانت الفجوه كبيره في مجال ما، بتكون في عندي قضيه تركيز لابد انه انا اركز عليها. يعني اذا عندي مشكله في التحصيل الدراسي للطلبه ومستويات متدنيه، معنى هذه قضيه استراتيجيه طلع لي اياها نتائج التحليل البيئي اللي انا هشتغل عليه في المجال، فهقول والله هذه قضيه استراتيجيه، يعني معناها لابد من التركيز على رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبه. اذا هذا بيعطينا يمين التخطيط، وهذا من الاشياء اللي كثير كثير مهمه جدا، وحناخذها بنماذج رياضيه كيف نطلع الفجوه وكيف نحسبها في كل مجال من المجالات باذن الله عز وجل لما نوصل لمرحله التحليل. ايضا التنبؤ بالمشاكل والاخطار المستقبليه. التخطيط بيعطيني امكانيه التنبؤ، لانه زي ما حكينا التخطيط عمليه استشرافيه تبنى على المعلومات السابقه، المعلومات الحاليه، ثم استشراف المستقبل او تقدير الموقف في المستقبل بشكل او باخر. يرفع من وعي الإدارة العليا بالمتغيرات وبيان أثرها. طبيعي إذا أنا بعرف أنه اليوم متغيرات على مستوى المناهج أو متغيرات على مستوى البعد السياسي أو الاقتصاد أو أي مجال من المجالات، هذا بيخلي، لأنه طبعا طبيعي الإدارة العليا كلما امتلكت أنت معلومات إضافية أكثر ومعلومات تفصيلية أكثر، بيخليك أنت لديك خبرة في موضوع الاستشراف، في موضوع التنبؤ، هل في متغيرات حتؤثر على الخطة ولا فيش متغيرات. يعني أجيب مثال، اليوم صار عندنا متغير المناهج، هل هذا الكلام إذا أنا عملت تخطيط الأصل أنه يكون في وارد في حسباني أنه أنا إيش اللي بدي أعمله؟ طيب اليوم لو صار تغيير أكثر عمقا، اليوم إحنا خلينا نقول التعليم إلى حد ما موجود في إطارين ربما متباينين، لازال موحد لكنه يعني مش بشكل أساسي يعني أو كبير. اليوم المتغير إجا أنه صار في توحيد وصار في احترام لقطبي الوطن بشكل أكبر، وصار في إقرار أنه نغير المناهج أو نغير بعض الأساليب. أجيب مثال آخر، اليوم كم استراتيجية تعليم جديدة كل سنة بتجينا؟ كل ما يجي وزير جديد وكل ما يجي مدير عام وكالة جديد بيعطينا كم من الاستراتيجيات. هذا حجم التغيرات اللي بترهق المعلمين. هل أنا في التخطيط الأصل أكون استشرفتها وتنبأت بها بطريقة أفضل؟ حتما إذن هذه الأهمية أيضا تعطيني إياها موضوع عملية التخطيط. يساعد في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء. كيف التخطيط بيساعد في اتخاذ القرارات؟ تفضل. التخطيط بيرسم لنا الهدف المراد، فأقصر طريقة إلى الهدف تحقيق هذا الهدف. جميل. أقصر طريقة نشاط، هذا قرار صحيح. بديل من بين مجموعة من البدائل أنا أخذته. طيب زي ما تفضلت أنه لما أكون في مخطط يكون في عندي بدائل أو حلول بديلة، لما يكون عندي أنا كمتخذ قرار يكون موجود أمور قدامي ممكن سهل علي اتخاذ القرار يعني. نعم، التخطيط يقود إلى التغيير ويستمد كل مفرداته من هذا التوجه، وكل تغيير لابد له من قرارات خاصة فيه. جميل، آخر مداخلة. أي خطوة فيها مجموعة من الإجراءات تمام، بس في شغله انا بدي اضيفها، بس شغله يعني مهمه جدا. جماعه، رساله المؤسسه تتضمن محاور اساسيه تمثل ناظم لاتخاذ القرارات. يعني مستحيل اتخيل مدرسه محاورها الاستراتيجيه التعليم والتعلم والتحصيل والبيئه المدرسيه والخدمه المجتمع المحلي، واروح انا اخذ قرار لا علاقه له بالشان المدرسي عشان ازيد والله روافد المادية للمدرسة أو المالية، أروح لنا عامل شركة مثلا للبطون ولا شركة، هذا ليس مهمة. لذلك لما نتحدث إحنا اتخاذ القرارات الرشيدة وتحسين الأداء المتعلق برسالة المدرسة، برسالة المؤسسة اللي أنا بأرفعها وتمثل ناظم إلي لاتخاذ القرارات، وهذا حنشوفه لما نوصل للرسالة. واضح الصورة؟ طيب،
يطور إمكانات وقدرات المؤسسة ويسهم في التغيير المنشود. وهذا تحدث زميلكم أنه بالفعل التخطيط عملية تغيير، مش إحنا قلنا أحد أهداف التخطيط التغيير اتجاه المؤسسة، يعني قد يحمل التغيير سواء بشكل جزئي أو بشكل كلي، وكلاهما عملية تغيير. أيضا يساعد على الاستثمار الأمثل لموارد وأوقات المؤسسة. اللي بيخطط وبيجي من بداية تخطيطه اليوم ولو بيشتغل على حتى كمان خطط للطوارئ، هو أكيد حيستثمر بطريقة أفضل الوقت، حيستثمر بطريقة أفضل الأفراد، وحيستثمر بطريقة أفضل المال. على إيش بدي أنفق؟ أنا دائما بقول إنه إحنا الاستثمار الأمثل للموارد جزء من الكفاءة الداخلية، والكفاءة الداخلية ما هي جودة، يعني كيف أحقق كفاءة العمليات الداخلية وكفاءة الموارد، هذا جزء من النجاح الأساسي لأي مدير مدرسة بيحتاج إلى أو يطمح إلى أن يكون مديرا استراتيجيا. يخلق جوا تفاعليا بين العاملين وبين إدارة المؤسسة. طبيعي إذا في خطط معناه في تنفيذ مشترك، في تواصل دائم، وأحيانا المهمة بيقوم فيها أكثر من جهة، يعني ممكن المهمة يكون فيها مدير المدرسة ومعلم ولجنة ويمكن جزء من الأولياء الأمور. إذن هذا بيدفع إلى تفعيل التواصل بين مفردات العمل المؤسسي داخل أي مؤسسة. أيضا يمكن من حل مشاكل التنفيذ وتصحيح الانحرافات بشكل مبكر. لما أنا بحط مؤشرات أداء وشايف حالي أنا مش ماشي كتير أو بديت أنه أنا يعني شوية تتفلت مني بعض الأمور، بعرف أنه في انحراف، فلازم أرجع إيش للخطة. فالخطة تمثل المسطرة، تمثل إطار اللي بيخليني دائما أمشي في الاتجاه الصحيح الذي أرغب بالوصول إليه. في عنا مجموعة من الفوائد الأساسية للتخطيط التربوي. أول شيء بلورة أهداف محددة. طبيعي خطة لابد أن تكون هي مكوناتها هي هدف عام اللي بيمثل الرؤية، ثم أهداف تفصيلية. أيضا تمكين العاملين. شو يعني تمكين العاملين؟ ما الذي نعنيه بالتمكين؟ تفضل. الارتقاء بقدراتهم، تطوير القدرات، المشاركة هو تطوير القدرات، هي تنمية تعزيز الانتماء، توفير الأجواء المناسبة للعمل. تمام، كتير جيد جدا. صلاحيات التفويض. التفويض، شوفوا التمكين بيحمل عدة معاني، عشان لما بكرة نكتب تمكين الموارد البشرية بدنا نفهم إيش يعني التمكين. أول شيء في التمكين التدريب وتنمية القدرات. النقطة الثانية التفويض. الثالثة المشاركة. الرابعة التحفيز، كويس. الخامسة إتاحة المعلومات، المشاركة باتخاذ القرار. إذن إحنا بنتحدث عن عدة جوانب، عشان لما نختار الكلمات بكرة في صياغة الغايات بدنا نكون دقيقين، نفهم إيش يعني معنى كلمة تمكين، شو يعني معناها تطوير، شو معنى رفع، شو معنى، وهذا كله إن شاء الله حنتفق عليه لما نوصل لصياغة الغايات وكيف نصيغها. أيضا التركيز على الأولويات الاستراتيجية. شو مقصود بالأولويات الاستراتيجية؟ المهم الأهم فالمهم. أكيد الأهم فالمهم. طب كيف نحدد الأولويات الاستراتيجية؟ إذن كل ما كانت الفجوة كبيرة بكون عندي أولوية. طيب هذه نقطة زي القضية. لا بس في شغلة تانية. تفضل. جميل، قدرتي على تنفيذ. أنا بدي أفترض أنها قضية استراتيجية لكني لا أستطيعها، هي أولوية بالنسبة لي لكني لا أستطيع أن أنفذها، بحطها أولوية؟ لا طبيعي. إذن أول شيء أنه هي تمثل فجوة حرجة مهمة جدا. نقطة تانية أنه هي كمان ممكنة التطبيق، يعني ممكن أنه ننفذها لو حطناها في الأولويات. النقطة الثالثة كمان تمثل أولوية من إيش؟ من وجهة نظر أيضا أكثر من جهة، المستفيد الداخلي والمستفيد الخارجي، وربما كمان الرؤية العامة لل وزارة التربية والتعليم أو الإدارة العامة. طبعا هذا كله حناخده كيف نختار الأولوية، بس هذا مبدأي بشكل عام. توضيح قنوات الاتصال. معروف إحنا لما أخذنا من متطلبات تحقيق الاستراتيجية قلنا أول نقطة الهيكل التنظيمي أو الهيكل التنظيمية، صح؟ لكن الهيكل التنظيمية تصف قنوات الاتصال من حيث الصلاحيات، لكن لما أقول توضيح قنوات الاتصال هنا أنا بدي أترجم هاي الصلاحيات لأشياء فرعية أكثر. بمعنى أنا الآن مثلا مسؤول، مثلا بدي أقول والله في عندي نشاط، عقد ورشة عمل. المسؤول الأول عن النشاط هو
مدير المدرسة، المسؤول اللي بعده عن النشاط والله اللي ماسك لجنة العلاقات الخارجية أو أولياء الأمور. واضح. الآن لما بتحدث عن هذا الموضوع بصير في عندي جهة مسؤولية مباشرة وجهة أخرى مطلوب منهم يتواصلوا بطرق مختلفة عن الهيكل. الهيكل بيوضح لي هيك ماشي الحال، مش هذا الهيكل مثلا بيكون الآن، لا هذا بيعمل الخطوط البينية وين صلاحياته حتى في داخل كل نشاط من الأنشطة وكل هدف من الأهداف. يعني بوضح لي إيش بالضبط مسؤولية كل واحد بهذا الموضوع. لذلك بنقول من فوائد التخطيط أنه يوضح قنوات الاتصال في كل مجال من مجالات العمل. آخر شغلة تسهيل قياس الأداء. كيف؟ كيف يسهل التخطيط الاستراتيجي قياس الأداء؟ من خلال ماذا؟ ما تم تنفيذه. تفضل يا أبو. قياس المنتج بما هو المؤشرات. الله ينور عليك. تمام، احنا في عنا مؤشرات. يعني لما يقول والله عقد دورة في التخطيط الاستراتيجي مؤشراتها حضور 20 مدرس مثلا الدورة، رضا المستفيدين عن الدورة، اكتساب المتدربين مهارة اعداد الخطة الاستراتيجية، صار ايش عندي مؤشرات. الان سهل جدا اقول والله تعالوا يا جماعة نقيس هل الدورة ادت اهدافها، بطلع على المؤشرات وبقيس الاداء سواء كان بشكل كمي او بشكل نوعي. خصائص التخطيط التربوي الاستراتيجي. اول شيء من احد اهم الخصائص ان التخطيط عملية متكاملة ومتنوعة الابعاد لصياغة وتطبيق خطة استراتيجية شاملة. ما الذي نعنيه بمتكاملة؟ ثم ما الذي نعنيه بمتنوعة الابعاد؟ عملية متكاملة تشمل المتغيرات الداخلية والخارجية للمؤسسة. جميل جدا، متكاملة يعني تشمل كل المتغيرات. طب متنوعة؟ تنوع المجالات تراعي. ايوه تنوع المجالات، يعني انا بروح لمجال التعليم والتعلم، مجال البيئة، مجال كل المجالات. كويس، لصياغة اللي هي الرؤية والغايات الاستراتيجية وتطبيق الخطة بشكل عام. ايضا ينطلق التخطيط من تحليل منهجي شامل للمركز التنافسي الحالي للمؤسسة. احنا تحليل المنهج الشامل بنفهم انه ايه، انه تحليل بيئة داخلية وخارجية بشكل معمق، لكن للمركز التنافسي لماذا؟ اين نحن؟ ما المقصود بالمركز التنافسي؟ موقع بين مؤسسات المناظرة اللي انا بتنافس انا وياها. طب ليش احنا بدنا المركز التنافسي؟ لانه لا يمكن ابني رؤيتي وانا مش عارف. يعني انا لما بابني استراتيجية للجامعة مثلا، ولما بنيناها طلعنا على كل الجامعات وجمعنا معلومات على الوضع المالي للجامعات، على الكادر البشري، على الكادر، كأنه بنحلل الجامعة الإسلامية. وبالفعل كان لنا استشراف حتى كمان عن أزمات مستقبلية للجامعات. امبارح اول امبارح كنت انا في اتصال مع جامعة بلشنا نذكر الاسم، فبقول الزميل من هناك قال لي والله الجامعة رايحة لأزمة مالية صعبة. كويس، الآن هذا الكلام احنا قبل 3 سنوات كنا عارفينه. لما بتحدث عن الميزة التنافسية كتير كتير مهم جدا انا اعرف وين وضع التنافسي في كل مجال من المجالات مع المؤسسات المناظرة، لان بيعطيني عمق في موضوع التحليل. انا بكرة بديش اوصل معاكم في التحليل تقول لي والله في العوامل الادارية والله عندي عدد، عندي انظمة وعندي قوانين وعندي خطة. لا لا، انا بدي ادخل اكثر عمقا في التحليل. يوم ما بدي اجي احلل لشغلة انا بدي اجيب كل الارقام المرتبطة واحاول اقيسها واشوف بالضبط وين المشكلة وكيف ممكن اتخلص اذا كانت مشكلة، وين المجال الذي يحتاج مني الى تدخل او تحسين، وبدي اروح باتجاه هذا التحسين. ايضا هي عملية واسعة متعددة الاوجه ومتنوعة الانشطة. التخطيط بيبدأ من التخطيط للتخطيط والى ان ينتهي بعملية قياس اداء الخطة. بيمر بأكثر من مرحلة جمع معلومات، مرحلة الربط والتحليل، مرحلة الاستنباط والاستخراج القضايا الاستراتيجية، مرحلة صياغة الرؤية، مرحلة صياغة الغايات، مرحلة معالجة هذه الغايات لتصبح أكثر إجرائية من خلال الأكشن بلان أو الخطة التشغيلية. إذا إحنا بنتحدث عن متعددة الأوجه، فيها مرات إطار نظري، فيها جوانب ميدانية، فيها قضايا كثيرة جدا ولها أنشطة. لذلك أول متطلب من متطلبات إعداد الخطة الاستراتيجية أنك تشكل فريق وتضع خطة زمنية تجدول فيها كل مهامك في إعداد الخطة الاستراتيجية، وبعدين تنطلق لخطة جمع البيانات وشو اللي تحدد وين ومين الفئات المستهدفة وتحليل المستفيدين. نتحدث عن جهد كتير ضخم وكبير جدا في
منظومة البيانات، لعلنا نتحدث عن مدرسة بتقوم بخطة تحكي عن شهرين وهي بس بتجمع بيانات عشان تعد الخطة، أو 3 شهور. طب إحنا في الجامعة تقريبا 8 شهور أو 9 شهور في الخطة، يعني إحنا نتحدث عن جهد كبير جدا، عن مئات الساعات العمل اللي إحنا بنشتغل عليها عشان نحكي عن خطة. هذا ليس تعقيدا، لكنه كلما جمعنا معلومات أكثر وكانت ذات صلة، كلما كنا أقرب كثيرا للواقع وأكثر تحديدا وأكثر واقعية في إعدادنا للخطة. أيضا يحقق التفاعل والحوار البناء بين المستويات المختلفة من الإدارة العليا للإدارة الدنيا. طبعا الحوار بيكون إيه؟ من خلال الخطط. وخلينا نرسم رسمة صغيرة في موضوع البعد الهيكلي لأي منظومة التخطيط الاستراتيجي. الآن إحنا نتحدث عن رؤية، نتحدث عن رسالة، نتحدث عن غايات وأهداف وأنشطة ومؤشرات. لاحظوا كل البعد الهيكلي وين بيتم في الخطة. الآن الرؤية عامة مش هيك؟ الرسالة أكثر تحديدا، الرسالة فيها محاور منها بتاخد الغايات، والأهداف بتاخد من الغايات، الأنشطة بتاخد من الأهداف، والمؤشرات مرتبطة بالأنشطة. يعني كل 3 أنشطة أو من 2 إلى 3 ممكن تحقق هدف، كل 3 إلى 4 أهداف بدها تحقق غاية، وكل الغايات بدها تحقق وين؟ الرسالة، والرسالة بدها تاخد جزء من الرؤية. إذا إحنا بنتحدث عن منظومة هيكلية بدها تحقق أكيد التفاعل والحوار البناء بين كل مستويات، لأنه الذي يعد زي ما حكينا مستويات التخطيط من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى. متى تكون من أعلى لأسفل؟ قلنا من أعلى لأسفل لما يكون في إطار استراتيجي وضع الرؤية والرسالة والغايات، هذه من أعلى لأسفل. لكن من أسفل لأعلى بده يكون من وين؟ من بداية الأنشطة، ما هي المؤشرات تابعة للأنشطة لحد ما توصل للأهداف المتوسط الأجل لتحقيق الغايات. تفضل. من نوع آخر اللي هو ارتباط الرسالة بفلسفة المجتمع بالقيم، صحيح، من تحقيق التكاملية أكيد. هذا كمان برضو إضافة، صحيح، رؤية المؤسسة يعني صحيح هي تنبع من أفرادها ومشكلاتهم الخاصة وواقعهم وتحليله، لكن كمان مش ممكن تكون متعارضة مع رؤية الإدارة العليا، كمان هذا لازم يكون في تناغم. احسنت، بارك الله فيك. يعني احنا لما نوصل لموضوع الرؤيه كمان، حتى مش هنروح كمان رؤيه المجال من كل مجال مع الرؤيه العامه، شوف كيف، مع رؤيه المدرسه، مع رؤيه الوزاره، يعني هذا تكامل كتير مرتبط. طيب نيجي لمقومات التخطيط. اي مقوم من هذه المقومات ينبغي ان يتوافر لنجاح عمليه التخطيط؟ اول شيء التنسيق والتكامل راسيا وافقيا، توافر المعلومات الدقيقة كما ونوعا، تحديد الأولويات في ضوء الأهمية، وضوح الأهداف وقابليتها للتحقق، سهولة التنفيذ والمتابعة، المرونة وتوافر البدائل، الاستمرارية في التخطيط والتنفيذ، والمشاركة المجتمعية. خلينا نأخذ واحدة واحدة نشرحهم مع بعض. تفضلوا. التنسيق والتكامل رأسيا وأفقيا، ماذا نقصد به؟ وافقي بين الأقسام المختلفة، تمام. إذا يقصد به أن تتكامل أدوار العاملين أو كافة العاملين في المؤسسة التربوية مع فريق التخطيط أولا باستخدام التخطيط المتبادل، بمعنى أنه أنا عندي فريق للتخطيط يمثل مدعوم الإدارة العليا وبيمثل وجهة نظرها وبيحاول يجمع الأمور. أيضا الأدوار الأخرى للعاملين في المؤسسة اللي في مستويات الدنيا بدهم يتكاملوا في التخطيط المتبادل، بمعنى لازم هم يقدموا شو رؤيتهم، كيف يمكن لنا أن نطور شيء معين من تحت، لأنه أنا بقدرش أجي أقول والله يعني لو أنا ضربت مثال لحصة دراسية كيف أطور أسلوب المعلم في أداء أو في ضبط الصف. ترى مين أفضل واحد ممكن يقول لي عن ضبط الصف؟ أليس هو المعلم؟ أزبط ولا؟ ولو رحت كمان للطلاب كمان وخدت رأيهم يمكن كمان أستفيد منهم في جوانب محددة. إذن الذي سيضع الإجراءات التفصيلية هو المستويات الدنيا، فريق التخطيط برضو بده يرجع ويتكامل معاهم، يأخذ منهم، يجتمع بهم، يحاول قدر الإمكان أن يستفيد من كل هذه الخبرات. أيضا التناسق بين أجزاء الخطة، ما بين الغايات والأهداف والأنشطة التي ترمي الخطة أو يعني إلى تحقيقها، وبين الوسائل والاستراتيجيات اللازمة للتنفيذ. بديش ألاقي بكرة في الخطة في تناقض، لا، لازم يكون زي ما تفضل زميلكم، أنا بتحدث عن القيم
القيم الرسالة متضمنة للقيم، والرسالة جزء من الرؤية، والغايات جزء من الرسالة، وهكذا بهذه الطريقة. أيضا التوافر. صحيح. محمود بيحكي بإطار تجاري، يعني زي ما تقول يمكن الخطة أكيد. شوفوا أحيانا إحنا حنتحدث بكرة عن اختلافات بتصير في عملية التخطيط، وكيف ممكن إحنا نتجاوزها في بين فريق الموازنة وفريق التخطيط، بين الإدارة العليا والإدارة الدنيا، وكيف إحنا إيش الحلول اللي لازم نقترحها في هذا الإطار. إن شاء الله حناخده لاحقا، بس هذا يعني خلينا نقول إطار عام زي ما تفضلتم نظري. يعني توافر المعلومات الدقيقة كما وكيفا. لما نقول كما وكيفا، بكرة تقول لي مثلا والله أنا عندي كادر بشري مؤهل في المؤسسة، هذه نقطة قوة مش هيك؟ لا يكفي. تقول لي كم مدرس، توزيع المدرسين كيف، وهل هم كافيين يعني بيكفوا للحصص بالنسبة لللود، ولا في عندهم عبء إضافي في اللود. هل مثلا مساحة المدرسة، لما تقولي والله في ملاعب في المدرسة، لكن هذه الملاعب كافية ولا غير كافية، هل تتناسب مساحة الخضراء مع عدد الطلبة بواقع مثلا مترين لثلاثة لكل طالب مثلا، هل يوجد مقاعد كافية في الساحات الخارجية. بدي تحكي لي أكم مقعد وأكم، يعني أنا لما أتحدث عن المعلومات بدي أنزل ميداني وأرصد كل شيء، مش تحكي لي والله في ساحة للمدرسة وما شاء الله عليها وفي حديقة وفيها ورد، هذا لا يكفي. وين موجودة ومدى قدرة الناس توصلها، هل بتتاح للمجتمع المحلي ولا لا تتاح. كثير من القضايا اللي بدنا نتحدث عنها كما ونوعا بدنا نجيب كل هذه المعلومات، وهذا بيعطينا زي ما حكينا التعب في مرحلة التحليل جمع المعلومات حيوفر عليك كثير في موضوع اللي هو صياغة الاستراتيجية بشكل كبير. أيضا النقطة الثالثة تحديد الأولويات في ضوء الأهمية. احنا قلنا الأولويات كيف تحدد، نتائج تحليل المعلومات ونتائج تحليل الفجوات تعطيني ايش الأولوية عندي تلقائي. أنا اليوم عندي موارد، عندي تبرعات، المفترض الخطة تقول لي وين أودي هاي التبرعات، كيف أستثمرها، والقضية الاستراتيجية الأساسية والأولوية اللي أنا بدي أدخل عليها أو أروح. طبعا هنا في عندي عاملين مهمين في موضوع الأولوية، توافر عوامل النجاح الحرجة كويس، أو ربما التهديدات الكبيرة التي تشكل عائق للمؤسسة. شو يعني عوامل النجاح الحرجة؟ ماذا نعني بقولنا عوامل النجاح الحرجة؟ تكون يعني على محقق أو لا تحقق أو لا. طيب أشكرك. ما هي عوامل النجاح الحرجة؟ احنا طبعا هاي حناخدها في الأدوات التحليل يعني، بس خلينا أشرحها بشكل بسيط. أكثر نقاط قوة تمثل ارتكاز أو يمكن للمؤسسة أن ترتكز عليها لتحقيق أهدافها، هذه تمثل عوامل نجاح حرجة. أعيد كمان مرة. أكثر نقاط قوة يمكن الارتكاز عليها للانطلاق من قبل قيادة المؤسسة وتحقيق أهدافها، هذه تمثل عوامل نجاح حرجة. بمعنى بمعنى أنا اليوم عندي بدي أطور صفحة المدرسة، حطيته يعني أو خلينا نقول الخدمات الإلكترونية بدي أطورها، وعندي ما شاء الله فريق لديهم قدرات جيدة في التصميم وفي اللي هو برمجة الخدمات ومتابعتها والصفحات الويب والقضايا هاي، هذا بخليني أنطلق ولا بخلينيش أنطلق؟ لكن لو ما عنديش، إذن معنى ذلك الأولوية زي ما حكينا في ضوء إمكانية التطبيق جزء من الإمكانية توافر عوامل النجاح الحرجة. لكن سموها حرجة، هو إحنا عدم وجودها فشل، أو ربما يعني لا نستطيع أن نتقدم كثيرا. يعني عوامل طارئة؟ لا، ليست طارئة، بالعكس هي أساسية. إحنا حنقول كيف نحدد عوامل النجاح الحرجة، بس يعني ياريت نأخذ إحنا المصطلح الآن حاليا كما نحن. هيك واضح عندكم ولا مش واضح؟ خلاص، يعني بمعنى أنه أنا قديش بملك عوامل النجاح الحرجة كويس، كيف أجيبها، هذه جايين عليها إن شاء الله، وكيف نتعامل معها. وضوح الأهداف وقابليتها للتحقق، معروف شروط الهدف أنه يكون سمارت، قابل للتحقق، قابل للقياس، ممكن التطبيق، واقعي، وبنفس الوقت إيش التايم محدد تبعه، الوقت محدد بشكل جيد. سهولة التنفيذ والمتابعة كتير مهم جدا، وإحنا بننفذ الخطة
نحاول او احنا بنصيغ الخطة انه حاول في انه تكون هذه الخطة والانشطة واضحة جدا سهلة التنفيذ، يعني يمكن اي حدا ممكن ياخدها وينفذها. هذا لا يعني التواضع، لا، هو يعني المنطقية والامكانية المتابعة كمان. يعني انا بدي اتحدث عن والله نشر ثقافة مثلا الولاء للمدرسة في المجتمع، شوية متابعته وتنفيذه مش سهل. يمكن اعمل شوية انشطة تسهم في ايش، نشر او رفع الوعي، لكنه هل انا بدي اوصل لمرحلة الانتماء والولاء للمدرسة؟ فكتير مهم جدا انه انا وانا بحط انشطتي اكون متأكد تماما من خلال المعلومات ان انا بستطيع انه انا انفذها، ومش بس انفذها كمان لدي القدرة على المتابعة ايضا، وهذا من الاشياء المهمة. ايضا المرونة وتوافر البدائل. دائما من الاخطاء الشائعة انه الخطة هي قالب لا ينبغي يعني ابتعاد عنه، لا، انا ضد هذا الكلام. ممكن يكون مرن جدا انا في اختيار بدائل نتيجة ظروف ما. يعني اجيب مثال، كتير بتواجهنا انشطة من خارج الخطة. اليوم اجا مشروع تحدي القراءة ممول، طب احنا ما كناش بنعرف في هذا الموضوع، رحنا ايش حطيناه في الخطة، هذا عيب؟ لا مش عيب. انا اليوم صار عندي كنت بدي اعمل رحلة لكل اعضاء المدرسة بهدف اللي هو يعني ترفيه وايضا تعزيز اواصر العلاقة بين الطلبة والمدرسين. فوجئت انه الالف شيكل او 300 دولار اللي انا مقررها عشان مصاريف للرحلة غير متوفرة. رفعت سلفة لوزارة التربية والتعليم او المنطقة التعليمية، رفضت. الان انا عندي نشاط، من المرونة انه استبدله الان، خلينا نعمل اللقاء في ساحة المدرسة بعيدا عن الباصات والتكلفة، ممكن بدل الالف شيكل يصير 200 شيكل. هذا المرونة. لكن بدنا نراعي شغلة، ان الانشطة من خارج الخطة اذا تجاوزت من 20-25% بصير فيه عيب، هي مش خطة، مش خطة. فبدنا نحاول انه اذا معلوماتي اساسا موجودة، الاصل انه الخطة بنسبة 80-90% تتنفذ. في شغلة معيار حناخده لاحقا، انه اذا 70% من الخطة تحقق هذا يمثل نجاح كتير ممتاز، بمعنى انه احنا بندي فرصة للاحلال، هذا جانب، للمرونة جانب اخر، وايضا انه الواقع احيانا المتغير لا نستطيع دائما ان نجري. احيانا قد نفشل في التوقع، مقبول منك نسبة 10% و20% بدائل لا بأس، وحنحكي كيف نقيم ونوزن الامور هاي لما نيجي لموضوع الرقابة والتقييم على الاستراتيجية. تفضل. يعني الخطة الاستراتيجية هي عبارة عن ارتكاز للمؤسسة للخطط التشغيلية للأقسام، يعني مثلا الجامعة بتحط خطة تشغيلية، خطة استراتيجية، لكن الأقسام هي اللي بتوضع الخطة التشغيلية بناء على الخطة الاستراتيجية. صحيح. ممكن هو في هذه الحالة يقدر يعمل البدائل في الخطة التشغيلية، يعني ياخذ الخطوط العريضة من الاستراتيجية ويلعب في التشغيلية. هو أساسا البديل بيكون في التشغيلي، مشكلة إذا كان البديل في الاستراتيجي. متى بيكون البديل في الاستراتيجي؟ في حالة واحدة أو حالات محددة بسيطة من ضمنها الكوارث الطبيعية أو القضايا الكبيرة اللي قد تستمر فترات طويلة، أو تغيير نظام جوهري، انقلابات الحكم، مش عارف إيه، صار في تغيير في السياسة التعليمية، هنا هذا لا يمكن التحكم فيه، فبصير في تغيير في الاستراتيجي. لكن دون ذلك الأصل أنه كل البدائل في التشغيل. سهل يعني. لا سهل، انا ما بتحدثش عن صعوبة، بتحدث عن سهولة جدا، لكن تقديرك إلها. احنا في شغلة في القيادة بنسميها تقدير الموقف واتخاذ القرار. تقدير الموقف نعطي فيه كيف تعمل انت سيناريوهات وتبحث في مرجحات كل سيناريو، ثم تصل الى السيناريو الارجح وتعمل له خطة تشغيلية وتشتغل عليه. هنا في برضو بنفس القصة في اسلوب التخطيط بالسيناريو، يعني انت تحط مجموعة من السيناريوهات وتحط بدائل. لو كان حرب كيف خطتي بدها تكون؟ لو كان كذا وضع الصورة، لو جاني تمويل ايش خططي؟ الان هذا الموضوع احنا مش هناخده، بس هعطيكم بديل بطريقة انسب، لانه من الصعب انه نتحدث عن اسلوب السيناريو، لانه بيحتاج الى قرار مستقل الى حد ما في المؤسسة اكثر من المدارس. بنفعناش في المدارس، نقدرش نشتغل عليه. صحيح، المدارس يعني المدرس هو
موجود عندنا في الميدان انه عندنا قالب معين. مزبوط مزبوط صحيح. يعني احنا حتى خلال السنتين اللي فاتن يعني بقينا في الاول ممكن نشتغل خطه، اليوم لا، بقول لك عندك 25 انت في الوكاله حكومه ونقي منها بس جاهزات عندك شكل ايدك 19 بس ولا لنا اي دور فيه. لكن وين بيكون عندك الدور؟ بيكون دور في التشغيلي انك تختار انشطه استراتيجيه مبدعه. ماشي، لكن انا احكي لك شغله، انه انا الرؤيه والرساله والغايه كل الشغلات هذه حتى لو انا اشتغلتهم بشتغلهم على الفاضي. ليش؟ لانه في النهايه مش هيفيدني طالما انه انا مجبر على ان انا اشتغل اهداف موجوده عندي. طيب هو انا بس خليني اخالفك بشيء معين بس بعد اسمع لزميلك. التخطيط اصلا كل معناه يعني. نعم. الناس بتخطط لي هي ادرى واقعي تخطط لي. بس مين يعني اهل مكه ادرى بشعار؟ انا اللي موجود بالمخطط يعني انا اللي بعرف نقاط قوتي، انا اللي ادرى بنقاط ضعفي، انا بعرف وين وصلت، كل البيانات التفصيليه. ماشي، لكن هو ما بتحديش الفرصه ان انا اشتغل. طيب لا، ممكن يكون هو بيحط لك المعايير الكبيره الستاندردز، يقول لك هذه معايير تشكل بالنسبه لنا لدرجه. يعني انا اجيب لك مثال بس اهداف المدرسه الفاعله اللي هي الفاعله يا عمو 25 عندها 25 ماشي، مجالات 100% انا مطلع عليها. بس خلينا اليوم هذه لما وضعت، هي وضعت بناء على ايش؟ على ورش عمل وتفصيلات كثيره جدا. هي عمليا تمثل ناظم جيد ومنطلق جيد. وين انا بدي اتميز بين مدرسه ومدرسه؟ في الاطار التشغيلي بشكل كبير. ولا باس حتى كمان يعني انا لما بسق الهدف ممكن اعيد صياغته بطريقه معينه، لا باس في هذا الموضوع، واحنا جربناه مع طلبه واشتغلوا عليه واشتغلت مدارس عليه واثبتت نجاح حتى في ظل القيد اللي بتحدث عنه. بالعكس في الحكومه اسهل من الوكاله، الوكاله بتبعت الاهداف وتقول لك اشتغل لي خطط اجرائيه وخلص. احنا كمان مرة احنا بندرس الان ما الذي ينبغي ان يكون وكيف نغير منظومة التعليم ونعمل بنية جيدة من خبراتكم كويس في موضوع اللي هو التغيير. وانا بتصور التغيير ممكن حتى لو كان اليوم مقيد الى حد ما، بس انا بتوقع كل سنة بيكون في نوع من الفسحة الافضل في هذا المجال. الاستمرارية في التخطيط والتنفيذ، شو بنقصد في الاستمرارية هنا؟ متابعة. يعني انا بدي اسال مدير مدرسه، مين ما انه مدير مدرسه، في اثنين اعتقد عندنا مدراء مدارس، اثنين ثلاثه ما شاء الله. تمام، يعني الان احيانا احنا للاسف نضع الخطه بناء على متطلب معين كويس، ثم نضعها وين؟ نحطها في على الرف. انا سؤالي كيف تصير مع الخطه الاستراتيجيه اللي عندك؟ أو احنا كنا قبل يعني كانت الخطة قبل 3 سنوات 7 مجالات نشتغلها، صارت 5. وزي ما حكى الأستاذ كان في عنا يعني خطط جاهزة تقريبا، وإحنا نسوق بعض الإجراءات من حسب كل مدرسة بما يتناسب معها وتختار أهداف منتقلة. لا أتحدث الآن كيف تتعامل مع الخطة الآن أنت؟ هل تضعها على يافطة مثلا جلدية موجودة أمامك وتعمل تشيك؟ هل في أجندة أمامك على المكتب يوم بشكل يومي وكل اجتماعاتك تشير إنه يا جماعة عندنا الأنشطة للشهر الجاي هي مطلوب منك؟ هل بتفرغ الخطة ولا لا تتعامل معها؟ بطلع في الخطة محطوطة في الغزالة. نعم، بطلع إيش تم إحنا نجد كل شهرين. شفنا كيف التقرير للمدير. طيب نتوقف، الاستمرارية هنا في التخطيط والتنفيذ لا تعني هي التوقف مشكلة، انه انا استنى شهرين مشكلة. لذلك من المهم جدا انه احنا موضوع الاستمرارية يكون بشكل دائم، بمعنى دائما انا بدي اقيم كل 3 شهور هل بالفعل في التقييم مش في التنفيذ لازم كل يومين ثلاثة كل يوم تمر في عندك اجندة وعارف ايش اللي بدك تعمله. ليش هذا الموضوع؟ لانه احنا قلنا نستطيع ان نسيطر على الانحرافات في الأداء من خلال التنفيذ المباشر. المراجعة الدائمة، هل بالفعل مؤشرات الأداء بتراجعها؟ هل أدى اللجنة الفلانية أدت هذا النشاط بالطريقة اللي أنا بدي إياها حسب مؤشرات الأداء؟ هذا الكلام هو صلب اللي هو منظومة التخطيط اللي إحنا بنتحدث عنها. كمان برضو إحنا بنحط خطة استراتيجية لثلاث سنوات، لكن خطة تشغيلية بنحطها لسنة. فالاستمرارية في وضع الخطط التشغيلية كمان قد تديك مرونة أكثر لموضوع الاستمرارية في التخطيط. أعطيكم شغلة جديدة بدو يشتغلوها في التخطيط. الآن التحليل الاستراتيجي بيكون لمدة إيش؟ استشراف لثلاث سنوات، فترة الخطة أو 5. مثلا لو تفترض عندك خطة من 2017 ل 2019، هذه إيش؟ 3 سنوات، 17 18 19. اليوم إذا
انتهيت انت من 2017 بروح فريق التخطيط بيعمل تحليل واستشراف لوين؟ ل 2020. خلصت 2018 بيعمل ل 2021 وهكذا. بضل عنده دائم مستمر في عملية تحديث المعلومات، وهذا بتديله كمان قدرة أكثر على التنبؤ والاستشراف بشكل سنوي. مش السنة ثلاث سنين مدة الخطة عليك لسه بدرجة أعمل تحليل جديد. هذه برضو أيضا من مقصودات استمرارية التخطيط والتنفيذ. في جزء كمان دكتور. تفضل. جزء من الأولويات اللي حددناها في الأول ما خدناهاش على إنها أولوية قصوى. صحيح. ممكن بعد السنتين هدول تصير. تتغير الأولوية. الله يجزيك خير. جزء من الأولويات. رائع. مش هشتغل 100 مرة تحليل أنا وأهمل الأولاني، لا بضلوا هذا قدام عيني وبشتغل عليه. صحيح هذا الكلام. أيضا المشاركة المجتمعية من مقومات التخطيط. وهنا بطرح سؤال، هل بتشاركوا المجتمع المحلي في إعداد الخطط؟ هل بتشاركوا الطلبة؟ هل بتشاركوا مؤسسات وأولياء أمور؟ بدي أخذ زميلك بس تفضل أسمع منك. أنا طبعا يعني بالنسبة للمشاركة المجتمعية بتكون يعني لانه اغلب الاشياء تكون مفروضه عندنا، بس انا ناخذ رايهم وناخذ رايهم في بعض. يعني بعد ما تعمل خطط ممكن تاخذ رايهم بس ما تطلعهم على الخطط. اطلعهم خطه نقول في نهايه كل عام دراسه نعمل تقييم لكل مدرس. نعم. شيء علني نكتب اسماء كل المدرسين اللي بيجوا للصف وبناخذ ملاحظات الطلاب، وبناء على ملاحظات الطلاب نعمل تشكيل المدرسه للعام المقبل. التقييم يكون حسب رأي الطلاب في بعض المدرسين. طيب هذا جانب جميل. بدي أقول إنه ممكن يكونوا أولياء الأمور والطلاب شركاء في كل مجالات التخطيط. أكيد. في كل المجالات. بدأ من عملية التحليل والانتهاء بعملية صياغة الخطة وإقرارها. أصلاً الرؤية هي رؤية مين؟ نعم. رؤية مش تبع المدرسة، مش رؤية المدير، ولا مش رؤيته هو والمعلمين تعاونه، مش رؤية شخصية. لا صحيح. هي رؤية الكل، وبالتالي من هنا ننطلق. ما دام أول شيء الرؤية. طيب خلينا أركز على شغلة، على معايير الجودة في موضوع صياغة الخطة المشاركة المجتمعية في هذا الموضوع. أول شيء بالفعل زي ما حكى زميلكم إنه إحنا ينبغي إشراك لجان ممثلة وليس بالضرورة الكل. يعني واحد حيقول لي أنا أولياء الأمور ببعت لهم بجوش، ماشي، أنا بدي 5 إلى 7 من شريحة أولياء الأمور، 3 من مؤسسات المجتمع المحلي، 2-3-4 من الأندية الطلابية مثلا بمثل الطلبة ويكونوا متفوقين. لا لا بس اسمح لي شوية، لا تتحدث عن الصورة السلبية، أنا بتحدث الآن عن الصورة الإيجابية. ما هي مش موجودة. أنا بذكر لك مثال في التخطيط التربوي موجود. أنا بس اسمح. طيب اسمح لي شوي بس، الله يجزيك خير، اسمحوا لي شوي بس خليني أكمل الفكرة أول. الآن إحنا بنتحدث عن إشراكهم، إشراكهم في عملية جمع المعلومات، في شغلة إحنا بنسميها تحليل المستفيدين، وهذه من الأشياء المهمة جدا في النماذج اللي حناخدها. ما الذي يرغب أو إيش حجم المتوقع من المستفيد، وإيش حجم الخدمة الحالية والفجوة بين الواقع والمأمول؟ هذا هنا بيمثل لي جزء من المشاركة. لأن أنا عملت الرؤية وصغتها وجبت أيضا ممثلين يعني لديهم أو لهم قدر من المعرفة اللي بتساعدني أيضا. معلش ما هو أولياء الأمور ما جزء منهم مدرسين، وجزء منهم أحيانا مدراء مدارس، جزء منهم أطباء، جزء منهم في التعليم العالي. كويس. الآن أنا بجيبهم وبشاركهم. ليش المشاركة؟ لماذا؟ المشاركة يا جماعة بتعطيكم كم من المخرجات اللي أحيانا العين الداخلية لا تستطيع أن تراها. الناس بتطلع لكم بنظرة تختلف عن نظرتكم لذاتكم، وهذا طبيعي. إنه دائما أنا محتاج الناس، وأنا أذكر تجربة عملية وبعدين أسمع لمداخلاتكم في هذا الموضوع. إذا كان في عنا معيقات ما نحن نتحدث عنها. إحنا لما عملنا تحليل للجامعة مثلا قلنا أول شيء ما الذي، مين الفئات المستهدفة؟ لازم تحددوا. حنعطيكم نموذج كيف تحددوا الفئات المستهدفة من الـ يعني التارجت جروب بالنسبة لنا يعني كانت كتير كتير مهمة في الطلبة أساس. هذول لازم أعمل معهم ورشة لحالهم لأن هم بالنسبة لي مجتمع كتير مهم. الجانب الثاني أولياء الأمور، الجانب الثالث كانت برضو مدرسين والوزارات. ليش أقول لك مدير المدرسة أنا جبته والمشرف جبته؟ أول شيء بدي أسأله عن شغلة واحدة، رأيك في طلبة التدريب الميداني شو؟ كيف المخرج؟ هل أنت بتشعر أنه هو مخرج الجامعة بيلبي احتياج ولا بيجيكوا ضعاف من الجامعة؟ طب وين جوانب الضعف؟ وحددناها في مجالات طبعا ضمن النماذج احنا بنوزعها عليهم ومندير نقاش ومنترك للفئة المستهدفة تتحدث كما تشاء بعيدا عن أي
يعني اي قيد، وهذا كثير مهم جدا. ممكن اجل السبانات، ادوات تحديد الاحتياجات المستفيدين كثيره جدا، حنتعرض لها ان شاء الله نتحدث عن الجانب العملي في عمليه التخطيط. فلذلك تقول لي لا ما فيش مشاركه، لا في مشاركه، بغض النظر انه مش الكل لازم يتشارك، لانه احنا لا نستطيع انه نجيب جميع الناس او ربما لكن قديش انت بتنجح في انك تصل الى كل الفئات المستهدفه ولو بشكل ممثل بكون كثير جيد. من المشكلات زي ما حكيت لكم اللامبالاة، من المشكلات عدم الفهم، من المشكلات احيانا بيعطيك انسان من وجهة نظره، خليه هو حر، انا بالنهاية الي قراري في اتخاذ اللي هو او الاستخلاصات، لانه انت بتحكي كل ما نوعت هيعطيك جوانب معينة. مين حابب يتفضل كان في العقبات؟ تفضل. يعني في خاصة لو بدنا نقيس على المدارس او على حتى في شغلنا، يعني كمديرية مثلا او كمؤسسة تعليمية، يعني انا مثلا تبعت اللي هي مدرسة وكالة، مثلا انا رئيس مجلس اولياء الامور. جميل. اوكي، في مدرسة من مدارس الوكالة. طبعا الو السلام عليكم ابو احمد، اخترناك اللي هي بسموها رئيس مجلس الادارة. طيب نجتمع وبتقول معها الورقة المديرة، تمام، بتكون معها غلط يا اخي، اسمعني بس، خليه يحكي عن الممارسة الخطأ. تفضل. اسمعني بس الله يبارك فيك. هذا الواقع أصلاً، ما بحكيش على نفسك، إذا في عندنا تخطيط استراتيجي في وكالة الفوض أو في الحكومة أو في أي تخطيط أو أي مؤسسة، إنما هي ذكورات لتلبية احتياجات إدارة عليا تفرض عليهم يعملوا ذلك. جميل. تمام؟ لكن بكون اللي هي تنويع أولياء الأمور، لو أنا بدي مثلاً أنا بقولها يعني مثلاً تخطيط استراتيجي أو شيء، بقولها أنت يا فلانة، تمام، مش هيك مثلا التصاغ اللي هي انت بتجيبينا على محددات معينة او نقاط معينة فقط. نعم. لكن ايش خطتك الاستراتيجية؟ طبعا في موانع كتيرة. تعال مثلا احنا ايش العلاقة بيننا وبين المدرسة مثلا كمؤسسة، يعني تقول اه والله في العلاقة المجتمعية بين المؤسسة خيرية، تمام، والله بس احنا بنجيب هالجوائز وتفضلي وزعيهم. طب ايش المشاركة اللي انا مثلا بدي اضع سياسي؟ جميل. يعني انا افهم منك انه انت ايوه بس اسمحلي شوية، انا بفهم منك انه في معيقات متعلقة بفكر الادارة الاستراتيجية للمدرسة، وهذا المفترض ان احنا نعالجه. المفترض انه مدير المدرسة لما بيطرح اول شغلة دائما دكتور معالجة، تعرف ايش ممنوع سياسي، مش عارف من ماشي. انا خلينا نتحدث بس بشكل اكثر في رحابه. يعني احنا قلنا بدنا ناخذ بعد التفكير الاستراتيجي كويس في معالجه بعض الاشكالات اللي بتعترضنا في هذا الجانب. لما بيجيني مدير مدرسه بقول لك انا ببعث لاولياء الامور وبيجوش، ايش بدي اعمل؟ انا مضطر ومحكومه بوقت زمني محدد. انا قلت لها انت مش ناوي تخططي، يعني بالاخر اذا انت بتقفي عند حدود لازم يجيكي، ما أنا في مشكلة. طب ليش أنا ما أوصله؟ طب ما هي صارت عندنا المعيقات زي ما اللي بتتحدث فيها، في معيق إنه أنا اللي ما كانش يجي على الوشة إلا ثلاثة أو أربعة، أدير الوشة وأبعت مجموعات تروح على المكان وتعمل مقابلات. في عندي كم من الأدوات اللي أنا لازم أكون مرن شوية طالما أنا محتاج. الآن أنت من التارجت جروب اللي ناس اللي بحتاجك، لكن أنت لما جيت ما وجدتش اللي بدك إياه. كويس. هل قد حطيت رأيك؟ الآن مين اللي المفترض يغير؟ مفترض التغيير بيقع على عاتق الإدارة. هنا الإشكالية، يعني أنه أنت لم وجدت مديرة مدرسة متعاونة أو متفاهمة أو ما فيش عندها نية تخرج من قالب، بس هذا الموضوع، فهذا عيب عند المديرة وليس عند النظام. الذي ينبغي علينا أن نتعلمه، إحنا اليوم أنتم بتمثلوا نواة، تاخذوا الماجستير عشان تحملوا الأفكار الصحيحة وتنشروها، واضح الصورة؟ وهذا كتير مهم جدا. إذا إحنا بدنا نأخذ الماجستير ونروح بس مجرد للشهادة، هنا بصير في الإشكالية. أنا أتحدث ما الذي ينبغي أن يكون. في كم من المؤسسات بتأخذ هذا بشكل كامل وبتشتغل عليه، وفي مؤسسات في موانع معينة لا بأس نصبر على التغيير، لأنه دائما التغيير لازم يكون تدريجي، والتغيير في السياسات أكثر منه. يعني هذه القضايا إن شاء الله رب العالمين ربما في مادة القيادة لو كان لنا نصيب معاكم نأخذها إن شاء الله. يا جماعة إحنا نتحدث عن المشاركة المجتمعية، المشاركة لها أسس، وهي منفعة متبادلة بين إدارة المدرسة وبين المجتمع المحلي والمحيط. يعني جزء من أسئلتنا في الجودة لما بنقيم أداء أي مدرسة بنقول هل تتيح المدرسة مختبراتها ومرافقها لاستخدام المجتمع المحلي؟ هل بيتم نشر وعي في إطار مثلا دورات، في إطار جوانب تثقيفية
بالمدرسة، هل بتم نشر قيم المدرسة للمجتمع وبحاولوا انهم يسعوا الى تحقيقها، هل بيتم تدريب اولياء الامور على كل مستحدثات العمليات التعليمية وطرق التدريس اللي ممكن من خلالها يمارسوا ادوارهم الايجابية مع ابنائهم. كثير من القضايا اللي بندخل فيها في التفصيل، المشاركة المجتمعية ليست فقط ان يدفع ولي الامر او انه المؤسسة الانجيوز مثلا تروح تسهم في بناء صف او تعمل مختبر حاسوب، هذه مشكلة وقصور في نظرة للمشاركة المجتمعية. بالعكس، المشاركة المجتمعية التي نقصد هي مشاركة بكل نواحي، بالعكس هي مشاركة في تحمل المسؤولية، هي مشاركة في التطوير. عشان هيك انت عندك التزام إزاء المجتمع المحلي انك تشاوره في كل مراحل التخطيط الاستراتيجي، وهذا بس اللي انا بدي اكد عليه. طيب نجي لوظائف التخطيط التربوي الاستراتيجي. اول شغلة، احد اهم الوظائف هي جمع البيانات والمعلومات وتصنيفها وتحليلها والخلوص منها باستخلاصات جيدة لتشخيص الواقع الراهن للمؤسسة. النقطة الثانية، تطوير السياسات والأنظمة وتفعيل الرقابة الذاتية على الأداء خلال وبعد الخطة. لما تقول أنا جزء من المحاور الأساسية في التخطيط أنه أنا بدي أطور أو أبني قدرات مؤسسة أو أعيد بناء قدرات المؤسسة من الجانب الإداري، في حدا فينا بيستغني أنه حتى لو الجانب الإداري مستقر إلى حد ما، بس تطوير اللوائح، تطوير النظم، تطوير أدلة العمل كويس، تطوير الهياكل، هذا جزء مهم جدا بيسعى التخطيط الى استحداثه ضمن الغايات المساندة ربما، او اذا كان المؤسسة وضعها صعب جدا معنا بيكون من الغايات الرئيسية. ايضا هو تفعيل الرقابة الذاتية، بمعنى اذا انا حطيت انظمة معنى انا حلتزم بالانظمة، هصير في نوع من الرقابة. ممكن صح، اذا انا مراقب الوضع اللي انا فيه، هل ممكن اسمح بتجاوزات ولا اذا جبت فيها عصير مختلفه؟ لا خليني اقول يا جماعه، يعني ماشي انتوا بتضطروا اني اتوسع شويه، بس انا لا باس. في شغله احنا بنسميها التقييم الذاتي كويس، السلف اسسمنت، بمعنى انه انا في عندي معايير ومنظومه المعايير انا اللي بدي اقيم حالي فيها. بعد ما اقيم حالي بطلع بنقاط قوه ونقاط ضعف وتوصيات، ما حدش مجبرني، مجرد انا في عندي معايير مثلى عشان احقق جوده الاداء المدرسي، وربما اذا ربنا قدر بحاول اعطيكم فكره عن بعض المعايير هاي، لانه احنا طورنا دليل للتقييم المدرسي بشكل خاص يعني من سنتين تقريبا بالشراكه مع طالبه ماجستير تخرجت من عندنا الاستاذه مريم دهمان. بس يعني لما حطينا اطار التقييم ورحنا للوكاله عشان برضو نسوق هذا النظام، لقيناهم لسه بيشتغلوا مع استشاريين بدهم فترة قبل ما يجيبوا الأدلة، لكن لا بس المعايير الدليل ومؤشراته تقريبا تكاد تكون شبه واحدة من المدرسة الفاعلة ومن معايير الوكالة في التقييم، مع اختلاف في بعض المجالات البسيطة يعني. ماشي، الآن هذا الدليل بيعطيني قدرة على أنا كيف أقيم حالي، هذه رقابة ذاتية. الآن إذا بدي أحكي عن تقييم خارجي، هنا بجيب بناء على تقرير المراجعة الذاتية والتقييم الذاتي، بيجوني ناس بتطلعوا على التقرير وبروح بفحصه وبعمل تشيك هل بالفعل هذا الكلام موجود بدقة ولا لا. هنا بصير البعد الخارجي، بس احنا نتحدث عن الرقابة الداخلية. الخطة بتديني برضو جزء من الرقابة الداخلية من خلال مؤشرات الأداء أو الرقابة الذاتية على الأداء. تكوين ثقافة تنظيمية أو مؤسسية تنمي تفكير منسوبي المؤسسة نحو الإبداع والتميز. كيف أنا بدي أكون ثقافة تنظيمية تنمي الإبداع والتميز لدى منسوبي المؤسسة؟ تخطيط بعمل هيك شغل؟ صحيح. كيف؟ والانتماء للمؤسسة بعزز كل الأشياء. الانتماء للمؤسسة. نفس الشخص، لأن إذا اقتدع الشخص بالفكرة أو بالهدف حيكون عنده قدرة على الانتماء. أنت ما جاوبتنيش، أنت قلت لي الانتماء، بس أنا كيف التخطيط بده يعمل هذا الثقافة؟ ممكن من خلال إشراك الأفراد بناء صحيح. ايوه، هو الاشراك بشكل اساسي هو اللي بيعمل لي ثقافه. الان انا ما بدي اعمل خطه، مش بدي اعمل ورشه واشكل فريق تخطيط وبدي انشر ثقافه التخطيط، مش بدي اعلق رساله المؤسسه على الجدران المدرسه كلها كويس والرؤيه وصيرها في ثقافه، مش بدي اعلمه كيف يشتغل على مثلا الاكشن بلان والتايم وكيف يضبط اداءه، مش هذا كله ثقافه؟ مش بدي اعلمه كيف يلتزم بالوقت لأداء النشاط حسب الوقت المحدد فيه؟ كل هذه ثقافة تنظيمية. كيف بده يبني فرق العمل ويشتغل مع فرق العمل؟ هذه كلها ثقافة تنظيمية. كيف يتأخر في الدوام عشان يحقق جوانب إبداعية أكثر؟ كيف يفكر
نحو الإبداع والتميز في تنفيذ الأنشطة، برضو هذا كمان برضو جوانب في الثقافة التنظيمية. أيضا تنمية قدرات التخطيط الاستراتيجي لدى القائمين على التخطيط ودعم المبادرات الفردية لتطوير العمل، لأنه هذا من الأشياء المهمة في وظائف التخطيط. لكن كل هذه الأشياء الجميلة تعترضها عديد المعوقات. أهم هذه المعوقات أنه الإدارة العليا لا تدعم التخطيط. الإدارة العليا بتقول لك تخطيط هبل، انسى الموضوع، ما احنا ماشيين التخطيط ايش بده يجيب لنا، ما احنا الحمد لله هينا متميزين وسائرين بالعمل، ما احنا حافظين الشغل. انا بضرب مثال صغير وانتو رجال ضربنا عند النساء الاخوات اللي بدرسن، قلنا انه اي زوجة تعمل اكل باول فترة بتبقى ملتزمة بالوصفة المكتوبة من امها ولا من النت ولا من غيره، وبتعمل ضمن الايش المعايير تماما. بعد فترة بصير عندها خبرة، هي مش بحاجة للمعايير، فمرة ما حتزبط ومرة لا، حسب أذواقكم كرجال هيك بتقولوا والله أكلنا الأكلة هاي بطريقة كتير رائعة بس المرة هاي مش كتير زي أول. طبيعي لأنه هي ما مشيتش على المعايير بشكل مستمر واجتهدت، أكيد حيكون في نوع من التمايز في الأداء. لذلك إذا لم يكن هناك دعم من الإدارة العليا نحو التخطيط والتزام الإدارة العليا بتنفيذ كافة مخرجات التخطيط وإيش بيطلع منه نتائج التحليل وين الأولويات الاستراتيجية، أكيد حيكون عندنا أهم معيق. لذلك أول نجاح لتطبيق الجودة تطبيق التخطيط هو دعم الإدارة العليا، بل مش دعمها، تبني الإدارة العليا لمنظومة التخطيط. النقطة الثانية صعوبة التنبؤ بالتغيرات المستقبلية المتسارعة سواء في التعليم أو في المجتمع، وإحنا الحمد لله يعني كما تحدثنا عايشين على المتغيرات، فشوية أحيانا بيكون في عنا صعوبة في التنبؤ، وهذا بيعطينا من الأشياء اللي ربما تقف عائق أمام تنفيذ الخطة وفق ما هو مستهدف بالنسبة إلنا. قصور أساليب ووسائل استشراف المستقبل سواء كان من حيث عدم وجود خبراء في هذا المجال أو ربما الأدوات الاستشراف أحيانا بتكون مش متوفرة بشكل كبير أو ربما غير مجدية ضعيفة. أيضا صعوبة ترجمة الأهداف الاجتماعية إلى أهداف كمية، لما بدأ أقول والله رفع اللي هو أو تعزيز انتماء الطلبة للمجتمع أو للمواطن أو تعزيز المواطنة، كيف بدأ قيسه هذا؟ هو هدف اجتماعي بالآخر. لا ممكن أقيسه من خلال إيش؟ من خلال مخرجات، وهذا اللي حنصيغه إحنا كيف نحول الصياغة النوعية لكمية. يعني بمعنى من مؤشرات إنه والله مثلاً يحافظ على ممتلكات المدرسة، يجي مبكر، النظافة المدرسية دائماً مثلاً موجودة، إذا بتتحدث عن الانتماء للمدرسة، إذا بتتحدث عن الوطن له مبادرات وبشارك في مؤسسات مجتمعية، إذا في مؤشرات تدلل على كيف يمكن لنا أن نحقق الهدف الاجتماعي أو الهدف النوعي بشكل عام أو الهدف الكيفي. صعوبة وضع ميزانية دقيقة تعبر عن احتياجات الخطط، يعني أحيانا احنا تذبذب سعر الدولار والدينار والعملة مشكلة، الأسعار بشكل عام المواد الخام مرة بتكون عالية جدا ومرات بتكون كتير منخفضة، وهذا يديروا بالكم في تحديد الموازنة من أصعب الأشياء. لا هي موازنة. نعم أشكرك. تمام. ضعف الوعي التخطيطي لدى غالبية مديري مدارس أو مديري المؤسسات نتيجة لعدم الخبرة، واللي لا يعرف شيء عادة يعادي، مش هيك؟ أنا ما عنديش خبرة في التخطيط وفيش حد حيعمل، حصير أقول يا شيخ كله كلام فاضي انسوا. انشغال المدير بمشكلات الطلبة والمشكلات اليومية وأولياء الأمور وأعباء الإدارية، هو من أول ساعة بيأتي للمدرسة لآخر ساعة هو يتنقل بين مشكلة إلى مشكلة، إلى استقبال ولي أمر، إلى استقبال المؤسسة، إلى زيارة صفية، يعني جوانب تبعد عن المهمة الاستراتيجية. طبعا هذا يعود إلى للأسف المركزية أحيانا لدى المدير، وعدم تفويض الصلاحيات وعدم تشكيل اللجان أو تشكيل اللجان كشكل لكنه لا يعطيها الصلاحية بشكل كامل، فبينشغل بالقضايا اليومية على حساب القضايا الاستراتيجية والتطويرية. تخوف الكثير من مديري المدارس من الفشل في التخطيط، وهذا بسبب لهم حرج وعجز أحيانا، أنه أنا حطيت خطة بالآخر لما جينا حسبونا عليها طلعت أنا مش ناجح، فبحاول يبتعد عن عملية التخطيط. أيضا اعتبار معظم العاملين بالتخطيط الاستراتيجي المدرسي على أنه مضيعة للوقت،
لما يكون عندي كم كتلة مقاومة للتغيير ومقاومة لفكرة التخطيط أساسا، وهي يمكن ربما لها فترة في التدريس أو في المدرسة وهي خلاص يعني موضوع ماشي، وإحنا خرجنا ما شاء الله أطباء وخرجنا كله كلام فاضي، انسى التخطيط في بلدنا، بنفعش تخطيط يا جماعة، إيش تخطيط على 1000 شيكل موازنة مدرسة؟ يعني كلام شوية أحيانا مقنع بيكون بالنسبة لنا، طبعا مش إلي يعني مش مقنع إلي، أنا بعتقد أن هناك كثير من الحلول لهذا المسألة. كمان الأستاذ لو بحضر عشان بقول لك أنا بال1000 شيكل كمان بشتغل عدد شغل. هذا لا نقص الإمكانات والموارد المتاحة في المدرسة. لا يمكن يا جماعة رجاء، لا يمكن انه انا اتخيل انه كمان في خطة استراتيجية وفي جودة وفي تحقيق جودة بدون امكانات. يعني كمان عشان نكون واقعيين، كلما قلت الامكانات بيضعف التطوير لتنفيذ الهدف. انا بستطيع انه انا احط اهداف عالية الجودة بس بدها برضو كمان تكلفة، مش دائما الحد الادنى هو اطار منطقي حتى اللي احنا حنحكيه، بس احنا لابد ان نتعايش مع الواقع. صدقوني يعني احنا الشعب الفلسطيني بشكل عام ويمكن شعبنا في قطاع غزة بالفعل، لما نقول شعب عظيم والله انه شعب عظيم، لما بنعيش في كل في في كل المتغيرات وفي كل الظروف باقل يعني الامكانات المتوفرة، ثم نبدع ونصل ونتقدم في مجالات متعددة. يمكن ربما نحن لا نعرف قيمة انفسنا للأسف، واحيانا بنقلل ودائما يعني نقول يعني كل شيء خربان في هذا البلد، وكل حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قال هلك الناس كان أهلكهم. فديروا بالكم جيدا، دائما اللي بده يحمل فكر تخطيط ينبغي أن يكون متفائل إيجابي، ودائما يطلع أن هناك ثمة بارقة يمكن استخدامها، ثمة عشب أخضر يمكن التوجه له واستثماره بطريقة رائعة. مهما كان هذا العشب لازال صغيرا لكنه حتما سينمو، وإلا لما كان أملنا في التحرير إن شاء الله في سنوات قليلة قادمة إن شاء الله رب العالمين. أيضا من المعيقات التخطيط ضعف مهارات التخطيط وحاجته إلى الممارسة والتدريب. لا تكفي دورة تدريبية عشان أقول والله صرت أنا مخطط. صدقوني في جوانب كثيرة تحتاج إلى خبرة وممارسة طويلة للوصول إلى عمق التخطيط مثل ما نريد. أيضا الافتراض أن التخطيط هو مسؤولية جهة متخصصة، هي جهة الإدارة العليا تحط لنا الخطط وإحنا بنعمل هالأنشطة وخلصنا. وحتى يعني معلش يتحملوني مدراء المدارس لو أنا جيت راقبت على خططهم لأربع خمس سنوات سابقة حلقيها بالغالب نسخ لصق. بالغالب أنا لا أتهم يعني، بس أنا بتحدث أحيانا الواقع بيكون يعني في هذا الجانب. الاعتقاد بأن الخطة الاستراتيجية تقيد المسؤول، يعني أنا بدي أحط بس جدول وبدي أشتغل عليه، يعني هذا في قيد بالفعل للمسؤول، هذه شغلة صعبة. ثم صعوبة قياس أحيانا النتائج وإجراء عمليات التقييم الموضوعي. هو دكتور يمكن مسألة التكرار نتيجة أن البعض يفكر الخطة عبارة عن إجراءات ممكن أنه يعملها حتى يصل لخطة، لكن مش مفكر أن الخطة عبارة عن أفكار. صحيح يعني هذا رائع جدا، هي جانب فكري كبير وأفكار خلينا نقول البن آدم بيكونها من خلال التحليل ومن خلال الممارسة. مؤكد. وبالتالي هي الإشكالية في قصة التكرار. يعني الأستاذ أبو محمود اشتغلت أنا وياه في التخطيط الصحيح ما شاء الله عليه، يعني من الناس اللي يعني لديهم خبرة ويؤمل يعني إن شاء الله أنه يخرج بهذا المساق بفائدة. اليوم احنا ان شاء الله حناخد مداخل التخطيط الاستراتيجي، حناخد المدخل الاول فقط، نتعرف على المداخل بشكل عام، حناخد مدخل واحد ثم باقي المداخل للمحاضرة السابقة. طبعا موضوع المدخل، شو ما نقصد بالمدخل، ماذا نقصد بقولنا مداخل او مدخل؟ بوابة، بداية، منطلق، مرتكز، مش هيك؟ دائما موضوع المداخل هو الإطار أو الأسلوب الذي يمكن اتباعه عند وضع الخطة، أو هو محور يرتكز أو يرتكز عليه أثناء عملية التخطيط في اختيار مرجعية بنائه وفي رسم مسارات تحركية وتنظيم عملياته في اتجاه المخرجات النهائية المرغوبة. لذلك لما نتحدث عن مداخل التخطيط أحيانا كثير بديج الدولة بدها تعمل تخطيط بس بناء على ماذا؟ على مدخل. وفي عنا مجموعة من المداخل، لكن أنا إحنا اخترنا 4 مداخل، وفي مدخل النماذج حذفناه لضيق الوقت لأنه اللي هو مدخل أسلوب بيرت ومدخل هندسة العمليات، هذا مش حنتحدث عنه، لكن على الأقل حنتحدث عن مدخل الطلب الاجتماعي في التعليم أو على التعليم، مدخل القوى العاملة،
مدخل التكلفة والعائد ثم مدخل المركب. أما مدخل النماذج يعني مش هيكون مقرر معانا إن شاء الله رب العالمين. لكن هل يمكن الجمع بين أكثر من مدخل؟ أكيد، يعني ممكن ناخد المدخل مركب من 4 مداخل أو 3 مداخل، وممكن نتحدث عن مدخلين ندمجهم مع بعض. فخلينا نتعرف مع بعض على أول شيء، مدخل الطلب الاجتماعي. هذه الفكرة بسيطة جدا وطبقت عنا، أنه تقوم أساسها على أقصى حد من التعليم لأقصى عدد ممكن من المجتمع. واضح الصورة؟ يعني بمعنى اليوم التعليم الأساسي، التعليم الإلزامي عفوا، صار لصف 9 عندنا، مش هيك؟ عاشر. بالأمس كان لصف 6، يعني بمعنى أنه ما كانش اليوم، لا، صارت في فكرة عند الحكومة أنه لا، إحنا نمنح التعليم لأكبر قدر ممكن من هذا العدد من الأفراد. وهذا بيعتمد على الوظيفة الثقافية للتربية، مش عندنا مجموعة وظائف للتربية، الوظيفة الاجتماعية الاقتصادية والثقافية. هذا جزء أساسي، كيف يمكن لنا أن نقوم بتلبية المطالب التعليمية لجميع أفراد المجتمع. بالعكس، في بعض الدول تعتبر أنه الجامعات كمان هو جزء من التعليم الإلزامي، أنه كل يدخل الجامعات مجانا. طبعا هذا المدخل بيقوم على تقدير الاحتياجات من التعليم خلال فترة زمنية محددة، وتوضع خطة لتحقيق هذه الاحتياجات. يعني احنا بنقدر قديش عنا احتياجات مدارس، احتياجات مدرسين، احتياجات كتب، احتياجات كل موارد التعليم او المطلوب من التعليم، وبنضع الخطة عشان نلبي هذه الاحتياجات بما يتناسب مع امكاناتنا. ايضا تقدير الاحتياجات للتعليم، نعم. ايضا كشف نواحي القصور في النظام التعليمي ومحاولة تلافيها. احيانا برضو هذا بيورجينا هل بالفعل النظام التعليمي اللي موجود هو نظام مناسب لهذا المدخل ولا لا. إتاحة فرص النمو العلمي والثقافي لجميع الأبناء وتنمية مهاراتهم إلى أقصى ما تسمح به، باعتبار أن الاستثمار في الإنسان هو أفضل أنواع الاستثمار بهذا الإطار. خطوات أسلوب هذا المدخل بسيطة جدا ويمكن طرحناها سابقا. أول شيء بدنا نشوف عدد الأبناء في مختلف مستويات العمر والملتحقين منهم بالتعليم الآن. بعد هيك بدنا نتنبأ الأعداد الزيادة السكانية المتوقعة خلال فترة معينة والمنتظر قبولهم. يعني أجي أنا أقول والله في الجامعة الإسلامية بجي بقول متوقع قبولهم بناء على ماذا؟ بناء على الملتحقين بالأعداد الثانوية العامة، نسب النجاح المتوقعة، النسب اللي جايبين فوق المعدل 65. هذا كله بناء على أرقام بحدد قديش نسبة القبول اللي بدي إياها وقديش معدلات القبول اللي بأخذها لكل اختصاص من الاختصاصات. بالعكس، احنا لما نقول انا بدي احط مفتاح تنسيق لكلية الطب مثلا، باجي بقول 97 و8. كيف اجى 97 و8؟ باجي بنزل بقول كم عدد اللي انا بدي اقبلهم. مثلا بدي افترض بدي اقبل 40، قديش النسب من ال 99 وال 19 وانزل لحد ما اوصل انه انا في عندي لل 97 و8 في عندي 50 أو 60 طالب. بدي اعمل حساب انه في عندي حصص سوقية لجامعات اخرى، بديع حصص السوقية وبرفع أنا مستوى الحصص السوقية تبعتي والمعدلات تبعتي بحيث أخذ 40، وعادة بكون تقديراتنا دقيقة 100%. وهذا جزء من التخطيط الجيد في موضوع حتى المعدلات ومفتاح التنسيق، لولا الأزمات المالية اللي أحيانا تدخل على حساب خفض للأسف جودة مدخلات التعليم. بعدك تحديد الأهداف التعليمية في مختلف السنوات، بمعنى أنه شو اللي أنا بدي إياه بهذا الجيل. يعني ما هو المستوى المرغوب للخريجين للملتحقين اللي بدهم يتخرجوا من المدارس او بدهم يتخرجوا من الجامعات او من النظام التعليمي ككل. لهذا المدخل ميزات اساسها البعد الانساني، اساسها البعد انه انا اتيح التعليم للجميع. كيف اوسع قاعدة التعليم واوصل التعليم لمختلف المناطق؟ كيف ارسم او يمكن من خلاله رسم سياسات يتم عن طريقها الاستفادة من الزيادة السكانية لمين؟ لصالح البعد الاقتصادي، لصالح القوى العاملة. يعني انا بخرج عشان الناس ايش تختار افضل المهرة في موضوع البناء الاقتصادي. يعني مثلا من السياسات اللي بناخدها في ضمن هذا المدخل موضوع برامج محو الامية، برامج تعليم الكبار، وربما منح فرص التعليم الثانوي العالي بنسب معينة. يعني انا يعني بأذكر في الاردن في العام 93 كانت نسب القبول او نسب النجاح تقريبا في الثانوية العامة 49%. ليش؟ لأنه هم بدهم مش كل الناس يروحوا على الجامعات، بدهم يروحوا على التعليم التقني والمهني فهم بيوزعوا النسب بناء بيرفعوا مستوى الامتحان
زي ما بتعملوا مثلا في مدارس الوكالة لما تنزل وظائف بدها 30 أو 50 أو 100 وظيفة بتنزل ل 11,000 وبيجيبوا امتحان صعب جدا ومقابلات وامتحان ثاني وثالث في التخصص لحد ما يوصلوا ل 30 أو الخمس العدد المطلوب من هذه الوظائف. لكن هذا المدخل برضو له عيوب. من أهم عيوب هذا المدخل أنه يركز على الجوانب الكمية دون الكيفية، بمعنى هل بالفعل القوى العاملة كمخرجات اللي بتطلع من التعليم ملائمة؟ بالغالب في مشكلة، وهذا اللي بنشوفه إحنا في بعض المستويات للأسف للخريجين بيسيئوا لمين؟ للنظام التعليمي اللي أو للجامعة اللي بيتخرجوا منها. الكفاءة بالنسبة لنا يعني معروف إنه والله مثلا كفاءة خريجين جامعة ما معروفة عند الناس، إذا تأثرت هذا المخرج تبدأ تتراجع سمعة المؤسسة. صعوبة تحقيق هذا المطلب المتزايد خاصة في التعليم العالي لأنه مصادر التمويل وتكلفة التعليم العالي عالية جدا، حتى في أمريكا وفي بريطانيا بدأ الموضوع هذا له منظور شوي مختلف. في الجامعات المصرية في الجامعات اللي بتعمل مجانية للتعليم لمواطنيها بدأت تعيد النظر في موضوع خصخصة التعليم أو إعادة هيكلة الرسوم في موضوع هذه الجامعات. أيضا صعوبة تطبيق فلسفة هذا المدخل التي تتلخص في أقصى حد من التعليم لأكبر عدد من الأفراد إذا كانت الموارد ضعيفة. أخيرا برضو في جوانب اللي هو البطالة في التعليم، يعني بطالة كتير حيكون عندي نتيجة هذا المدخل لأنه فيش مناسبة أو فيش موائمة بين هذا المدخل وبين احتياجات القوى العاملة اللي حناخدها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أشكركم وبارك الله فيكم والسلام عليكم.